اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في حلقه مطبخ رؤيا لليوم. اليوم مطبخنا ايراني بامتياز، ولكن الان شرطيه مطبخنا دكتوره ربا مشربش صارت موجوده معنا. الورد. الله يصبحك بالخير. اهلا وسهلا، كيفك؟ انا مش شيف. يا دكتوره ما خلص درجه هسه صار الواحد على روان. على طب روان. انا بصير الاخصائي، انا اقول دكتوره. اه دكتوره. طيب ستي العزيزة، أول شيء بدي أسألك هيك سؤال قبل ما نفوت. إحنا موضوعنا مرقة اللحمة والدجاج. أكيد. إن لم تتألم لن تتعلم. صح 100%. صح. إن لم تتألم لن تتعلم. طبعاً. يعني أنت مع المقولة. طبعاً. في التعليق راح مني هسه من اللي بعثه وبقول لك بعدين الحياة سهلة، لما تكون الحياة سهلة ووردية ما بتتعلم إشي بالدنيا. بالضبط. لازم تنطب وتوقع وتاكل عراسك وتاخذ علقة. صحيح. وتتعلم وتوقع. بعدين الحياة مغامرة، يعني لازم الواحد يضرب الحيطان 100 مرة هيك ويرجع. ولا والله من كثر ما ضربنا بالحيطان مشكلة. لا يا ما ضربت على راس طبول. هي أنا بحس بطريقة التعامل شوي طلعنا هلا بنرجع لمرقة الدجاج، بس بحب احكي بهذا الموضوع. بحس انا الواحد بطريقة تعامله مع المشاكل لما يقتنع انه هاي المشكلة هي رح تفتح له طريق، او مثلا تسهلت ربنا حطها بوجهك لإشي تتعلمه وتستفيد، بتغير طريقة تفكيرك بتنجح. صحيح. بس اذا بتضلك تحكي ليش هيك صار معي ليش هيك صار معي بتوقع. صح صح. في تعليق مش عارف مين بعثه، بس تحكي انه انا تألمت وتعلمت. صح. نمت نسيت كل اللي تعلمته. انه مره ثانيه. طيب مرق الدجاج واللحمه ستي. صح، مرق الدجاج واللحمه لازم نحكي عنها هلا. اول شيء عن فوائدها الغذائيه، ونحكي كمان في ناس ممكن يبعدوا عنها. هلا بنعرف احنا مرقه الدجاج في مرقه، وفي كمان اللي انتم بالطبخ بتسموها لما تقللوا كثير المي تاعتها بتصير زي تتكثف بتصير غنيه، لانه احنا المرقه الصح اللي بدنا نحضرها عادة مثلا تغلي عظام اللحمة والدجاج لفترة طويلة، بتقعد 4-5 ساعات لتصير كتير مشربة مكثفة، وبتاخد فيها النكهة وبتستخدمها. تمام. وفي احنا ستات البيوت لما يسلقوا الدجاجة او اللحمة وياخدوا ميتها، بس ما بتكون لفترة طويلة، هلا هي ما بتكون كتير فيها منكهة. بس كفائدة غذائية انت ايش بتاخد؟ اكيد عدد كبير من الفيتامينات والمعادن اللي بتدوب بالمي بتلاقيها بهالمرأة، يعني عندك بوتاسيوم، عندك البي فيتامينز بي 1 بي 2، كثير من الفيتامينز والمعادن هاي ممكن تنزل بالبي 1 لايش والبي 2 لايش. هلا عادة البي فيتامينز هم مهمين لإنتاج الطاقة، يعني عندنا بي 1 بي 2 هدول ثيامين ريبوفلافين أنواع من البي فيتامينز، الجسم بيستخدمهم للتفاعلات اللي بتأدي لإنتاج الطاقة، يعني إحنا لما ناكل نشويات بتصير بتتكسر بتعرف بالجهاز الهضمي ويصير في عندنا طاقة، فهي أهمية البي 1 وبي 2. عادة نقصهم قليل ما يكون عند الأشخاص لأنه هو منتشر كتير بالأكل، بيعمل تشققات بالفم مثلا، وهي من أعراض النقص. فهدول هاي المرقة بتكون غنية ببعض، الأول إشي بتعطيك نكهة للأكل، بتعطيك، وأنت كمان أنا بحبها شوي المرقة الدجاج أو اللحمة أو الخضار عن المرقة العادية، لأنه أنت هم تقدر تتحكم تحط ملح ما تحط ملح، تنكه عصرة بيه. ليمون، عصرة ليمون. أتذكر زمان يعني والدتي لما كانت تطبخ شوربة مرقة اللحمة أو الدجاج بالضبط تصب لنا بالكاس هيك تعصر لك شويه ليمون عليها. طيبه كثير. في عندنا نسبه من البروتينات كمان بتنزل، الكولاجين مثلا دائما بيحكوا كولاجين للعظام، هذا بتقدر تاخده طبيعي. لانه هلا ربع زمان كانوا يقولوا اللي بتولد بيعملوا لها شوربه عظام. صح. هلا هي هاي بيعطوها لانه بيعطوا سوائل واملاح وكذا، لانه مرات مش كالسيوم او هيك. لا نسبه كالسيوم ما بكون فيها كثير ابدا، لا بالعكس. هي كقيمه غذائيه فيها نسبه من المعادن والفيتامينات، نسبه بسيطه من البروتينات، الدهون بيعتمد كيف بتحضريها. يعني انت بتقدري تعملي مرقه صحيه بالبيت، مثلا اذا بدك بالدجاج بتشيلي كل الجلد. بالعكس انا بحب الاكل الصحي، ما بيعني انه اكل ما فيه طعم، يعني انت بتقدر تعمل مرقه بالبيت وتتحكم انت بكميه الدهون تستخدميها، وتستخدميها باكلك بدل ما تستخدمي مثلا تضطري. هلا عاده المكعبات المرقه الجاهزه فيها ماده المونوسوديوم جلوتاميت، هلا هي مش بتسبب سرطان زي ما بيحكوا الناس، هي مادة محفزة للنكهة، بس بالتغذية مش كتير منحبها لأنه مرات بتزيد النكهات، فالناس بيكونوا متعودين كمية أكبر على طعم معين فيه ملوحة، بصيروا يتعودوا أنه لازم الأكل يكون مالح بهالدرجة. فبتلاقيه إذا بنخفف شوية ملح لا بقولك بدي ملح كمان، وإحنا بنحاول قد ما نقدر نخفف من الملوحة، مع أنه هلا في كتير من الشركات صاروا يعملوا
اقل تعديل على الوصفه انه ما بتحتاجش ملح اصلا لما تحط بالضبط صار يخففوا من كميه الملح يعني صار في وعي يعني حتى لاستخدامها يعني هي بس هاي المضار منها بس الملح ولا هلا ماده المونوسوديوم جلوتاميت هي ماده محفزه للنكهه بعض الاشخاص بتحسسوا منها يعني في ناس بيقول لك لما ياكل اكل صيني لانه فيه كثير من هاي الماده بصير عنده صداع بصير عنده مايجرين بصير عنده وجع ففي ناس حساسين لهي الشغله ثاني شيء انه بتتعودي على طعم المالح دائما فبتصير انت من عاداتك السلوكياتك انه بدك اكل مالح بهالدرجه عشان هيك احنا مش كثير بنحبها بس انه مثلا في دراسات او ابحاث بتحكي انها مسبب للسرطان لا ما في طيب اذا اجمالا يعني بخلاص 30 ثانيه مرق الدجاج تمام هلا في فائده غذائيه بس الاشخاص اللي بدهم ينتبهوا لها اللي هم الناس اللي عندهم اليوريك اسيد او النقرس هدول الاشخاص اللي احنا بنقولهم لا المرق الجاهز ولا المرق اللي بنعمله بالبيت يفضل اذا كان كثير عالي يعني بالفحوصات عنده 8 او 9 بيقعد فتره بدون مرق دجاج ولحمه ممكن مرقه الخضار يستخدمها على المرقه الجاهزه تمام ذكرينا اورجيكي الفحوصات سويتها مؤخرا عن ال السكري مش السكري لا رح تحكي لي يلا ركاز على الدايت وركاز على الرياضه الله يستر رح اورجيكي قرايتها انه حاطين لي الحد الادنى هالقد انت يعني يعني اخرتك تعمل دايت ايش والله ناس وتصير تاكل بالشوكه اخرتك تاكل بالشوكه يعني عادي راح خلاص اكيد والله انا يا سمير استفدت من ورشه دكتوره ربا انا وجوزي استفدنا حبيبي رحنا على ورشه السكري تبعت الدكتوره ربا رائعه هلا في واحدة عن البشرة تمام. لازم تمام. طيب دكتورة يعطيك العافية أهلا وسهلا شكرا جزيلا إليك لوجودك الرائع دائما معنا في مطبخ تسلام. شرطيتنا يعني لازم أحكي أنه شف طبختها اليوم زاكي أنا دقتها تحت الهواء صحتين وهنا صحتين ريكومندد يعني